انا ليا تعليق. هو بيقول جروس سويسري مش يوناني. سويسري. لا بس هو بيتكلم يعني منطلق يعني ايه، ان الزمالك وكسب، الزمالك كسب وخسر قبل اللجنه الماليه، والزمالك كسب وخسر مع اللجنه الماليه. ما خلاص واحنا دلوقتي بنقول مبروك لرئيس نادي الزمالك وكانت اللجنه لسه الماليه ما مشيتش. طبعا احنا كلنا مع ان مجلس اداره الزمالك هو اللي يدير النادي ماليا، ده المفروض وده الطبيعي يعني. لكن انا شايف ان هو كلامه مش وحش يعني، شباب انا بيقول ان الزمالك ان شاء الله هيكون احسن من كده بكتير. موافق على كلمه الرغي والهري كتير والكلام. ما هو قصده على مين؟ ما هو يعني هو في النهايه الكلام يعني هو ممكن يكون وجهه نظره، ما اعرفش اخش في نيته، بس ممكن يكون وجهه نظره زي احمد ان نادي الزمالك مش محتاج كلام كتير دلوقتي، محتاج فعل اللعيبه تشتغل اكتر تعمل اكتر، ما اقدرش اخش في نيته. انا همشيها كده برضه. اصل يا شبانة حبيبي همشيها كده. ما كانش شبانة زملكاوي. شبانة زملكاوي. انا شبانة اصل كرئيس تحرير برنامجي في دريم يعني. زملكاوي رهيب. شبانة وبيزعل وبيفرح بفوز الزمالك. طب نشوف اللي بعدها عادل.